مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جوك ترافل. بهالبوست على الانستغرام أعلنت نجود لسفرتها لبلد جديد، بس ما ذكرت لحد الآن شو هو البلد اللي مسافرة لإله، وقالت حنشوف فلوجاته بقناتها على اليوتيوب. أما صفا سرور فهي متواجدة حاليا بدبي، فمبارحة حضرت حفل ماركة العطور لونكوم بمناسبة إطلاقهم لعطرهم الجديد، ونشرت هاي الصور من هناك. أما سلمان العتيبي فهو متواجد حاليا بالسعودية، تحديدا بالرياض، لأن مبارحة كان حفل توقيع كتابه الجديد جلسة علاج اللي حضر فيه عدد كبير من متابعينه وفاجأوه بالهدايا. أنا توقعت أصلا أنه يعني ما رح يكون في ناس واجد، تخيلوا قبلها بساعة الحين هم بيان بالمكان، فاللي موجود بالرياض تعالوا بشو اسم المكان؟ جرير روبين. الحين بعد صلاة العشاء إن شاء الله بيبدأ حفل توقيع كتاب، وجبنا لكم 1000 نسخة زيادة عشان احتياطا إذا يعني ما حد كف، فحمس لكم. شكرا شكرا على انتظاركم. يعطيكم ألف عافية لكل اللي جاء. تخيلوا متابعيني فعلا يعرفوني، اللي جاب لي ستاربكس واللي جاب لي الكيكة اللي دائما أطلبها، طبعا الكتاب، وفعلا كان الجمهور حيل قوي. راح تشوفون ان شاء الله فلوج قريب عن اليوتيوب، شوفوا اللي جاب لي كاكاو وحلاوه وورد، والله ما قصرت. في ناس ساقت اربع ساعات عشان تجي وتسلم علي، ففعلا شكرا شكرا لكم، وان شاء الله راح تشوفوني بدول ثانيه. من اما نور ستارز فهي متواجده حاليا بالمغرب لاخذ وقت قصير للراحه، فنشرت هاي الصور والستوريهات. أما نارين بيوتي فهي متواجدة بالسويد، فهي مشغولة حاليا بموضوع نقلتها لبيتها الجديد، وعم بتعيش أجواء حلوة كمان مع إخوانها، وخاصة بعد زيارة صديقها المقرب لإلها مو فلوغ، وهالشي شفناه بآخر فلوغ نزلته بقناتها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.